السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين ومتابعين، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأستعرض فيه هذا الخبر الذي يقول: إضراب لمحلات الصرافة رفضا لانهيار العملة المحلية. وإلى التفاصيل، نفذت عدد من محلات الصرافة اليوم الأربعاء الساعة الماضية في الساعات الماضية إضرابا واسعا في مدينة عدن جنوبي اليمن تنديدا بانهيار العملة المحلية. جاء ذلك مع وصول سعر الدولار الواحد في مناطق سيطرة فصائل التحالف السعودي الإماراتي إلى أكثر من 1620 ريال يمني. وكانت الغرفة التجارية والصناعية في عدن قد حملت السعودية وملكها مسؤولية انهيار الأوضاع المعيشية في المدينة وبقية مناطق جنوبي اليمن مع تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. يشار إلى أن هذا الارتفاع يشير إلى تدهور قيمة الريال اليمني ويؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي وحياة المواطنين في عدن وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف السعودي الإماراتي. وسبق أن أعلنت المحال التجارية والصرافات في عدن إضرابا مفتوحا وأغلقت أبوابها في ظل انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. هذه خالص تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.